هنكمل دلوقتي مع الايتنج برضو تاني، ان في حاجه احنا ما بصناش عليها. اول حاجه هعمل انلوك لكله وهكليك هنا تمام، وهروح على جنب الايزنج. احنا طبعا نقدر نتحكم في الايزنج من هنا زي ما قلنا في الدرس اللي فات تمام، لكن ممكن اعمل اديت. اديت هيطلع الديالوج بوكس ده تمام، جواه جراف. الجراف ده لو انت جيت عليه وعملت كليك بيديك نقطه ليها تنشن هاندل. التنشن هاندل دول بيلعبوا زي ما انت شايف في الحجم بتاع السرعه، يعني هيحصل ان احنا هنبتدي من صفر وبعد كده نروح طالعين لحد 60 بسرعه جدا، بعد كده نروح نازلين لحد 40 تاني، بعد كده نبتدي نطلع. ده واحنا بنتحرك في ال 20 فريم. عشان اشوف اللي بيحصل انا دلوقتي انا عامل كليك على الاتش بس اللي هي الاتش الاولانيه تمام، اللي هي معمول لها سيلكشن تمام. هبص عليها كده، شفت الحركه دي؟ اللي حصل ان هي طلعت ونزلت تاني. اوكي طيب، لو انا عايز ارجع في اللي انا عملته اقول له ريسيت تمام، رجع لي كل حاجه زي ما كانت تمام، كل حاجه زي ما كانت تاني. طيب تعالوا ناخد كل واحد من دول ونبتدي نعمل له ايديتنج. نكليك على اول واحد، هو هنا مش هيقبل لان هو فعلا في اول واحد. نكليك على التاني برضو مش هينفع، هقول له كانسل. هكليك على اول واحد واقول له ايديت تمام، وابتدي احط التنشن هاندل بتاعتي ابتدي العب بيها تمام. اقول له اوكي. اللي بعده ايديت، زي ما انت شايف انا بعمل كل مره بعمل حاجه بشكل مختلف عشان نشوف الحروف دي كل واحد فيهم هيمشي ازاي. ممكن مش نضيف نقطة واحدة بس، نضيف كذا نقطة تمام. زي ما بتعملها دراج لفوق ولتحت بتغير الكيرفيتشر بتاعها، دي هتمشي بسرعة لحد فريم 5 وبعد كده هتبقى بطيئة جدا وبعد كده هترجع تمشي تاني على ما اظن ان هو حرف الاس هو اللي هيعمل الكلام ده. عشان نشوف ايه اللي هيحصل بالظبط تعالوا نبص. الاس دخلت مره واحده، الاتش عملت الحركه بتاعتها والاي عملت الحركه بتاعتها تمام، والاس دخلت في الاخر خالص. اقول له اوكي تمام، روح على الاتش تاني اللي هي الثانيه، نقول له ايديت الجزء اللي هو بتاع ان انت تغير الكيرفتشر تعمله طالع ونازل افكت كويس، خصوصا ان كل واحده فيهم جايه من ناحيه. زي ما قلت لك تقدر تضيف كذا واحده تمام، وتقدر تدوس كنترول ده هيبقى حرف الاي، هيعمل يطلع وينزل ويطلع وينزل ويطلع وينزل. اوكي اخر حرف اللي هو الام ايديت. اوكي تعالوا نتست الموفي بتاعنا. اوكي كنترول انتر. الجزء بتاع الايديتنج هنا ده ما بيتحكمش في الموشن، بس لو انا
هبص على لو عملت ان كليك اللي هي يوز وان سيتنج فور اول بروبرتي، وهكليك على السهم اللي تحت، هلاقي في حاجات تانية اللي هي الروتيشن والسكيل والكولر. ومش كده بس، لا ده في فيتشر تانية اللي هي فلتر، لان فلاش من اول فلاش ام اكس بقى في حاجه اسمها فلترز، لان انت تقدر تحط كذا لاير فوق بعض بيعملوا انيميشن مع بعض بشكل محدد مسبقا. يعني انت بتختار فلتر وبتعمله ابلاي على اللي انت بتعمله، فبيبتدي يعمل لك انيميشن مسبق. انا دلوقتي الحاجات بتاعتي دي كلها ما فيهاش غير بوزيشن بس، لكن لو عملت روتيشن، لو انا كنت عامل روتيشن في الانيميشن بتاعي، يعني الحاجه بتلف حوالين بعضها، الروتيشن هقدر اغيره، والسكيل الحجم هقدر اغيره، والكلر كمان هقدر اغيره. حاول بقى انت لما تعمل لما تكتب اسمك وتبتدي تضيف الفريمات التانية اللي هم هضيفهم عند فريم 30، ان انت تخلي كل كلر بلون، وتخلي كل حرف بحجم معين، وغير لما تعمل ايديت، واشوفك الدرس الجاي.